مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أمطار متفرقة على المنطقة الوسطى، وأيضا ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول. بنلاحظ أن الهطولات ستكون في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وبعض المناطق الوسطى، وتقترب تقريبا من منطقة الرياض والمنطقة الوسطى. طبعا هاي بتستمر في فترة هذا التنبؤ الجوي، وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة، نتوقع هذه الليلة في الرياض أجواء غائمة جزئيا، باردة نسبيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأربعاء أجواء غائمة جزئيا، باردة نسبيا، 24 و17 العظمى 24 والصغرى 17، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر. يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، يتخللها ظهور بعض السحب، العظمى المتوقعة 28 والصغرى 17. الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب نهارا، وأيضا معتدلة بالنهار نهار لطيفة بالليل، العظمى المتوقعة يوم الجمعة 29 والصغرى 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، أجواء لطيفة نهارا وتميل للبرود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، سكاكا 26 العظمى والصغرى 11، تبوك العظمى 28 والصغرى 14، عرعر العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية. أما المنطقة الغربية، المدينة المنورة معتدلة، الأجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل، العظمى 32 والصغرى 21، جدة 32-22، مكة المكرمة أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، وأجواء حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة ليلا 35-22، الطائف أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة ورعدية من المطر أحيانا 25-15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، من أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر أحيانا، الباحة 22-14، أبها 21-14، وجازان 28-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل، في الدمام 27-17، الإحساء 27-16، حفر الباطن مشمسة لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا، العظمى المتوقعة 25 والصغرى 11 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى والرياض، الرياض أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، العظمى 24 والصغرى 16، وبريدة 26-14، وحائل 25-13 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، لكم أجمل تحية من طقس العرب.